يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا. والآن نستعرض مع حضراتكم أبرز درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر المختلفة. البداية بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، أما الإسكندرية العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، بورسعيد العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، أما عن شرم الشيخ فالعظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة، وعن سانت كاترين فالعظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة. وبالنسبة للمنيا فالعظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، وعن سوهاج فالعظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، أما عن أسوان فالعظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وعن قنا فالعظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وأخيرا حلايب العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة.